على حضرتك اولا. مساء الخير يا استاذ احمد، تحياتي لحضرتك. هل هناك اي حاله في مصر اولا تتعلق بالفطر الاسود ظهرت؟ خليني بس يعني ايه اوضح لحضرتك حاجه. قولي. اولا الفطر الاسود ده حاجه اسمها ميوكر مايكوزيس، ودي حاجه عباره عن يعني بعض الفطريات بتظهر وبتيجي للمرضى اللي بيعانوا من نقص المناعه، او المرضى اللي بياخدوا جرعات كبيره كورتيزون اللي بتؤدي لتثبيط الجهاز المناعي بتاعهم. فهي ما هيش حاجة يعني الكلام اللي بيتردد عنها الفطر الأسود ده مش كورونا ومش فيروس زيكا ومش حاجة غريبة ولا حاجة جديدة، دي حاجة موجودة بتحصل كعرض جانبي أو كومبليكيشن أو حاجة يعني مضاعفة لبعض مرضى نقص المناعة. فلا داعي لكل هذا الهلع الموجود بشكل كبير وتداول الأخبار عليه بشكل كبير. يعني عايز اقول بس ان يعني دي حاجه متعارف عليها علميا وطبيا. فيعني بستغل هذه الفرصه من خلال حضرتك وبناشد كل وسائل الاعلام وكل المواقع الصحفيه والاخباريه، يعني الامور العلميه بتحتاج الى زي ما حضرتك كده عملت وسالتنا العوده لدايما المصادر الرسميه والمنابر العلميه. ولو في حاجه يا استاذ احمد تاني باكد لحضرتك، احنا لو عندنا حاجه في مصر زي الكورونا، هو احنا النهارده بنقدر نخبي الوضع الوبائي ولا بنطلع وبنعلن على الوضع الوبائي؟ بنعلن عنه كاملا اهو بمنتهى الشفافيه. نعم. وبالتالي دي حاجه متعارف عليها بشكل علمي، ما هياش فيروس جديد، ما هياش حاجه جديده، فلا داعي للفزع منها على الله. فيش اي حاله في مصر ظهرت او يعني وارد؟ بص يا استاذ احمد، ما فيش حاجه يعني هي مش برضو تاني هي مش حاله كورونا. يعني ده عرض جانبي وارد انه يحصل مع اي مريض بيعاني من نقص المناعه. وبالتالي يعني النهارده بيتم رصد حالات كورونا بدقه في مصر. بيتم رصد بعض لو في قدر الله مرض معدي او فيروس بعينه او بخلافه بيتم رصده وبيتعمل احصائيه بيه يوميه وبيتعد. لكن النهارده يعني كل مريض سكر بيتعمل بيه احصائيه يوميه، فده عرض جانبي وارد ان هو يحصل مع اي مرض نقص مناعه. نعم.